Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في جرامر مهم جدا موجود في الوحدة الخامسة معانا، وهو How to add information، إزاي أضيف معلومات. Again, How to add information، إزاي أضيف معلومات باستخدام الروابط دي. And also as well to, in addition, furthermore, moreover, in addition to, as well as, besides, not only, but also. طبعا هناخد جملة واحدة ان شاء الله وهنطبق عليها كل الروابط دي وهنشوف ازاي بستخدم كل الروابط دي في الجمل ان شاء الله. تعال نشوف الجملة اللي معانا. بيقول لي احمد studied his lessons، يعني احمد ذاكر الدروس بتاعته. He helped his mom. اذا احمد عمل حاجتين اتنين، يعني انا بضيف على انه ذاكر دروسه انه ساعد مامته كمان. طيب يا ترى هستخدم الروابط دي ازاي في الجملتين دول؟ تعالوا اول حاجة and طبعا هي اكتر حاجة مشهورة في اضافة معلومات. قال لي لما اجي اربط باند بستعملها بين الجملتين، وكمان كل اللي انا بعمله بشيل اللي متكرر، يعني احمد انا معوض عنه بهي فحشيل هي وابدأ اقول احمد studied his lessons and. قال لي طالما ربطت باند خلاص فانا هشيل هي لانها موجوده هناك، هي احمد. فاذا هقول احمد studied his lessons and helped، هجيب المختلف على طول، his mom. again احمد studied his lessons and شلت هي وقلت helped mom. أحمد studied his lessons and helped mom. طيب تعال نشوف also. قال لي also بحطها قبل الفعل الأساسي، ودي بمعنى أيضا، يعني هقول الجملتين شكلهم هما الفلسطوب ما بين الجملتين، وحاول also في الجملة التانية قبل الفعل الأساسي. إذا مستر يعني هقول أحمد studied his lessons. الفلسطوب بتاعتي عادي خالصة. He also helped his mom. يبقى إذن أحمد ذاكر دروسه وكمان ساعد مامته، هو أيضا ساعد مامته. يبقى إذن عشان أستعمل also بحطها قبل الفعل الأساسي أو قبل الحاجة اللي اتغيرت هناك في الجملة التانية. أحمد studied his lessons، فلسطوب عادي جدا، وقلت he also helped his mom. طيب أمال as well to؟ قال لي as well to الاثنين معناهم أيضا بيجوا في آخر الجملة التانية، بيجوا في آخر الجملة التانية، مفيش فرق. قال لي لا، الفرق البسيط إن to بيجي قبلها كما، أما as well ما بيجيش قبلها كما. يعني لما أجرب ب to أو as well هقول أحمد studied his lessons، فلسطوب بتاعتي عادي جدا، وأقول he helped his mom as well. بس كده. قال لي ايوه بس كده، او ان انا اقول to ايضا، بس to هحط قبلها كما. يبقى تاني لما اربط باز ويل او استخدم as well وto، كل اللي انا بعمله بحطهم في نهايه الجمله الثانيه، to قبلها كما، as well مفيش قبلها حاجه. تاني احمد studied his lessons، he helped his mom as well. تعال نشوف المجموعة التانية وهي in addition, furthermore, and moreover. again in addition, furthermore, moreover. كل ده معناها بالإضافة إلى ذلك. تاني in addition معناها بالإضافة إلى ذلك، furthermore معناها بالإضافة إلى ذلك، moreover معناها بالإضافة إلى ذلك. الموضوع كله إن أنا بحط الكلمات دي في النص بين الجملتين، بس براعي البنكتويشن بتاعها، الترقيم قبلها فلسطوب بعدها كوما، واكمل الجملة التانية عادي بالكامل مفيش اي تغيير. تاني in addition, furthermore, moreover بحطها في النص ما بين الجملتين، قبلها فلسطوب بعدها كوما، والجملة التانية بالكامل شكل ما هي مفيش اي تغيير. يعني هقول احمد studied his lessons، يعني احمد ذاكر الدروس بتاعته.
وبعدين احط فول ستوب فول ستوب فول ستوب واحط الثلاث روابط بتوعي سواء in addition او furthermore خلي بالك capital او ان انا احط moreover اللي بالك برضو انها capital letter وبعد ده كله بحط الكوما اهو كوما وبعدين اكمل الجملة التانية عادي جدا بالكامل يعني اقول he helped his mom تاني لما جيت استعمل in addition or furthermore or moreover بيجوا في النص قبلهم فول ستوب بعدهم كوما واكمل الجمله الثانيه عادي جدا تاني اهو احمد studied his lessons in addition he helped his mom furthermore he helped his mom moreover he helped his mom يبقى تاني in addition و furthermore و moreover نفس الروابط بس قبلهم فول ستوب بعدها كوما ويجوا في النص طب تعالى بقى للي بعد كده in addition to as well as and besides التلات روابط دول قال لي شكل بعضهم برضو في الاستعمال الفكرة فين قال لي in addition to و as well as و besides معناهم بالإضافة إلى بس معناهم بالإضافة إلى ودي بيجي وراها يا إما noun يعني اسم يا إما verb plus ing يا إما فعل فيه ing يعني بيجي وراها شبه جملة ما ينفعش يجي وراها جملة كاملة تاني الروابط دي ما ينفعش يجي وراها جملة كاملة طب يا مستر عايزين نشوف هنربط ازاي الجمل دي ب in addition to or as well as or besides قال لي ان الروابط دي لو جيت في الاول عادي لو جيت في النص عادي بس اهم حاجة ما اجيبش وراها جملة كاملة يعني انا ممكن اقول هنا الكلام ده احمد studied his lessons يعني احمد ذاكر دروسه طيب هبدأ أقول in addition to يعني بالإضافة إلى أو إن أنا أقول as well as أو إن أنا أقول besides كل ده معناها بالإضافة إلى قال لي هنا حد أشيل الفعل بتاعي اللي هو هي وأجيب الفعل ده في ing يعني أقول helping his mom يعني يا مستر ما اقولش in addition to help هقول لك لا دي من ضمن الحالات اللي تو هتلاقي وراها verb plus ing شكل look for to شكل is used to الحالات دي بلاقي to بيجي وراها verb ing مش مصدر تاني in addition to as well as besides جم في النص عادي جدا بين الجملتين بس حولت الفعل بتاعي ل verb plus ing وما جبتش الفاعل لان ما بيجيش وراهم جملة كاملة قال لي طيب هو انا ممكن ابدأ بيهم قال لي عادي جدا ممكن تبدأ بيهم في الجملة الاولى وبرضو بجيب وراهم verb plus ing ما جيبش وراهم جملة كاملة او تجيب وراهم noun اسم طيب تعالى هنا هشوف هربط ازاي قال لي هبدأ عادي جدا بالرابط بتاعي اللي هو in addition to or as well as or besides وبعدين قال لي بجيب وراهم الفيرب بلس اي ان جي يعني هشيل احمد اهو واستدي الفعل بتاعي قال لي ماله هجيب فاين جي يعني اقول يا مستر استديدينج قال لي لا طبعا انا عشان اجيب الفيرب بلس اي ان جي لازم ارجع الفعل لمصدره وبعدين احط له اي ان جي لان الاي ان جي يا حبايبي لا توضع الا على المصدر فبالتالي هقول in addition to or as well as or besides studying his lessons في حاجة مهمة بقى جدا هنا قال لي هنا انا شلت احمد وهنا كنت معوض عنه بهي طيب قال لي خلاص انا هنا شلت احمد فقال لي بدل ما اقول هي لا هقول مين احمد عشان الاسم بتاعي هنا لازم يبقى معلوم فهقول in addition to or as well as or besides studying his lessons هقول احمد helped his mom تاني in addition to or as well as or besides studying his lessons
أحمد helped his mom. يبقى إذا in addition to as well as besides سواء جم في النص أو جم في الأول كده كده ما تجيبش وراهم جملة كاملة هات وراهم شبه جملة سواء فعل فيه ing أو noun. تعال نشوف بقى إزاي حربط الجملتين دول ب not only but also. طبعا not only but also معناها ليس فقط ولكن أيضا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا بقول لك إن أنا مش بس عملت الحاجة دي لا وعملت حاجة كمان. يعني عايز أقول مش بس أحمد ذاكر دروسه ولكن أيضا ساعد مامته. تاني مش بس أحمد ذاكر دروسه ولكن أيضا ساعد مامته. طيب تعال نشوف إزاي هربط بنوت أولي. قال لي نوت أولي معناها إن الجملة الأولى هتكون منفية. تاني نوت أولي معناها إن الجملة الأولى هتكون منفية. طيب تعالى كده ننفي الجملة الأولى هقول أحمد. طيب الجملة في زمن الماضي يبقى أنا حنفي بكلمة didn't فهقول أحمد didn't. تاني أحمد didn't. قال لك not اللي مع didn't دي هي not اللي قبل only فهقول أحمد didn't only وأجيب الفعل عادي جدا في المصدر فأقول أحمد didn't only study his lessons وبعدين أحط but في النص أهو but بين الجملتين وبعدين اجيب الفعل بتاعي عادي جدا تاني اللي هو هي وبعدين قبل الفعل الاساسي التاني هجيب كلمة also شكل ما قلنا فهقول but he also helped لكنه ايضا ساعد his mom يعني ساعد مامته تاني but he also helped his mom لكنه ايضا ساعد مامته تاني احمد didn't only يبقى هنا انا جبت not only study his lessons لان لما اجيب didn't برجع الفعل لمصدره but حطيت but في النص ما بين الجملتين وقلت he also helped his mom لكنه ايضا ساعد مامته في طريقة تانية قال لي ايوه في طريقة تانية عادي جدا ان انا مش شرط اجيب didn't احط not only على طول قبل الفعل الاساسي يعني ممكن اقول احمد not only بس هنا طالما ما نفتش ب didn't هجيب الفعل في الماضي عادي خالص not only studied his lessons والجملة التانية شكل ما هي but he also helped his mom لكنه ايضا ساعد مامته قال لك بقى في حالة مهمة جدا وهي ان انا ابدأ بنط قلي ازاي ابدأ بنط قلي واربط بين الجملتين قال لك في حالة ان انا ابدأ بنط قلي واضيف المعلومات يعني هبدأ هو بنط قلي قال لك لازم اجيب الفعل المساعد قبل الفاعل يعني هقول not only طالما الفعل في زمن الماضي يبقى انا هجيب did تاني يبقى not only did واجيب الفعل بتاعي اللي هو احمد يبقى not only did احمد ورجع فعل لمصدره study يبقى not only did احمد study his lessons مش بس احمد ذاكر دروسه but الجملة التانية عادي جدا شكل ما هي but he also helped his mom تاني not only لو بدأت بيها قال لي بيجي وراها الفعل المساعد طب الفعل المساعد على حسب الجملة بتاعتي جملة في الماضي فجبت الفعل المساعد بتاعي جملة فيها اس الفعل فبجيب does الفعل بتاع am is are بجيب هنا am is are الفعل بتاع have has بجيب have has على حسب الفعل بتاعي فإذا نحاول not only هنا جبت did عشان الفعل في زمن الماضي قلت not only did أحمد study his lessons but he also helped his mom يبقى تاني لما أبدأ ب not only بيجي وراها الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الأساسي عشان كده في الاختيارات يقول لي not only أحمد likes or does أحمد like tennis but he also likes football يعني مش بس بيحب التنس لكنه أيضا بيحب كرة القدم حاوله أه طالما بدأ بنوت قلي يبقى على طول الصيغة اللي وراها فعل مساعد فاعل يبقى إذا لازم أقول not only does أحمد like ما ينفعش أقول not only أحمد likes تاني طالما بدأ بنوت قلي هاخد على طول اللي وراها فعل مساعد وبعدين فاعل فهقول not only does أحمد like tennis but he also likes football وبكده يبقى عرفنا إزاي أضيف معلومات عن طريق استخدام and
also, as well, to, in addition, furthermore, moreover, in addition to, as well as, besides, and not only, but also. Thank you very much for watching, but don't forget, like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا انزل اضغط على الجرس لو ما كنتش لسه فعلته عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية والاشعارات بيها ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.